السلام عليكم وبركاته. السلام وبركاته. سمحني يا شيخ، سمحني غلطت معاك، معاش نعاودها، سمحني باهي. نقص منك صحية الراس واسمع الكلام. بشير، راني نعرف شو نعمل، ومن الأول مرة قلتها لك، راني حاجتي بيه. تفهم مش معناتها اش حاجتي بيه؟ فهمتك يا شيخ، فهمتك ومعاش نعكسك، سامحني. باهي، راني في مقام ولدك. سماح، برا رديت عليك، برا. باهي، برا مشي، خلنا نعمل دعاء. بس روحك عايش ولدي هيك، بس انت وش بيك تتخبل؟ هم قدامي من فاطمة، قدامك وش بيك ماكش تدهن معاهم انت؟ كبران يا صالح او جي ما عندي بنا احكي معك، بار شوف سيلمة متاعك. بتشيمني فيها أنا سيلمة؟ شفتها مرتين في حياتي. وتحبني صادقك؟ عزمة، أنا في بالي بعد انتهينا مشي نخطبك. شنو؟ عزمة، قلت أخرش أمي، أخرش معها. أسعى. نعم بريات الكرسي جيبي هذاك المغادي. باهي، ها وش بكم تدهنوا فيها بالابيض؟ راني نحبها ترجع كما قبل. تاني خوتي فاطمة، وشي تهني وش معناه باش تعاود تدهنها؟ لازم الابيض بعد نعوضه بالازرق. باهي ما يسالش، ربي يعينكم. اكبس روحك عايش وليدي، اكبس. برافو عليك سيد الكوميسار، برجولية ما كنتش نتصور اللي بشير باش يتسلب على راسه فيسه. كل واحد يبدا عامل عاملة يبدا ظاهر بين عينيه. بشير البارح عينيه مشلق على كل شيء، تزيد تحط له في باله اللي انت تعرف عليه كل شيء يجيك وحده. ايه ما سي ادريس، ما تخافش يمشي يكشف الملعوب للشيخة. مستحيل. تعرف علاش؟ عليه على خاطر بشير يبخر بريحة الشيخ. ابو يكره في الدم وظاهر هذا من عينيه. داير البارح اقترحت عليه انا يشد بقعة صالح، كان في سينا ولا في سينا اخرى. به والحريقه نتاع دار الشور اللي باش عملنا فيها ما خطر فيها. انا متاكد اللي بشير عنده يد في الحكايه هذه. خلي شور بطا يفضها وحده. ديجا البارح في بار عمار شد زوز منهم في الطاقم بتريحه. يبالي به الحكايه، معناها نخدموا خدمتنا. بيان سور، شدهم خذ اقوالهم ورميهم في الجيول. امانه نبهتني كيفاش عرفهم وصل لهم؟ فصايل تعرف بعضها؟ فصايل ايه، اما شورب مش كيفهم. في بالك الجماعة حاطينه تحت العين؟ اما جماعة؟ جماعة الحزب.